دونالد ترامب ينشر عن منافسته كامالا هاريس وكذلك هيلاري كلينتون اتهامات غير أخلاقية. المرشح الجمهوري للرئاسة نشر اتهامه للمرشحة الديمقراطية ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة عبر منصته تروث سوشال، وقال إن ذلك الشيء هو ما ساعدهما في التقدم السياسي. ترامب استند باتهامه لكلينتون بفضيحة زوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون مع مونيكا لوينسكي، وأشار إلى الادعاءات التي تزعم بأن علاقة هاريس مع عمدة سان فرانسيسكو قد ساهمت في دفع صعودها السياسي. حملة كامالا هاريس الانتخابية رفضت التعليق على هذه الاتهامات، لكن هذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها ترامب اتهامات من هذا النوع. فعلها أيضا قبل أسبوع ضد هاريس وسط انتقادات له ولحلفائه بالعنصرية ضد منافسيه، كما قال عنها إنها أول امرأة وأول شخص أسود يشغل منصب نائب الرئيس ووصفها بالجنون.